أريا شوفي طلع الحوريات طلعوا موجودين بعالمنا الحقيقي، ومو بس هيك المنطقة كتير قديمة علينا وفيها حوريات كتير وحقيقيين. والله حشوف الفيديو في حدا هاتي لأشوف. يا الله شفت وين موجودين؟ قريبين بموقع. يا الله بس هذا بده خريطة لنوصل على الجزيرة. أنا يلا بسرعة، أنت بتطلعي بسيارة وأنا بطلع بسيارة. يلا ميدا يلا جلا، أنا نازل، أنا ريال حقيني بسرعة لنجيب الخريطة ونروح نشوف الجزيرة الغامضة بالسفينة الملعونة. يا جماعة الخير وصلنا على القارب وطلعنا هلا لحتى نروح على الجزيرة اللي فيها الحوريات النادرة. جماعة الخير حنروح على الجزيرة اللي هنيك اللي كتير كتير بعيدة، رح أعملك أزوم عليها تبين عليكم. عن جد يا جماعة الخير شو هاد الأصفر؟ يا الله سبون شباب بالبحر. هلا نزلنا من هاي السفينة ووصلنا على هاي الجزيرة، شو بدك تقولي يا جنى؟ هاي هي الجزيرة بعيدة عن بيتنا أكثر من 6 ساعات. قبل ما تكفي جنى خلينا نفرجيهم إياها. جنى تعالي اكتشف هاي الجزيرة وندور على الحورية البحر ونصفر لها الصفيرة اللي تعلمناها. يلا قولي لها الصفيرة اللي تعلمناها. واو ما احلاها ميدا تعا. لك يا جنى ايش جابنا لهون نحن؟ لك الجزيره قديش مهجوره. الموقع هون عم بيدلني انه الحوريه موجوده بهذا المكان. يا جنى لك المنطقه كلها مهجوره هون، لا فيها لا حوريه ولا بطيخ. ميدا ركز معي شوي. شوف في هون حوريه بدي اشوفها، يعني بدي اشوفها. اذا بدك روح من هون وتركني لحالي ايش بهالغابه هاي، وبحياتي ما اطلع. لك ماني قادر اعيفك هون لحالنا. لك شو مهجوره، طلعي شو مهجورة المنطقة كلها مهجورة يا جنى. هاي بعد ما قطعنا 65,000 كيلومتر لنوصل لهي الجزيرة اللي ما فيها ولا بني آدم على وجه الأرض، بدك ياني أدور على الحورية اللي هي أسطورة أصلاً. ابني رح أنا ضلني قاعد هون وأنت روحي دوري على الحورية لحالك، والبحر ليكو شوفي البحر وينه، روحي تمشي لحالك ولاقي لحالك. خليك هون لا تروح ولا تجي، أنا لحالي بروح بشوف الحورية وارجع للمتابعين وخليك هون. أعطيني يلا روح روح ما عاد بدي أشوفك هون. يلا روحي روحي ها أنا ناطرك ولا شوف إيش بدي أطلع معك. يلا ها يا الله على جنى. كيف يعني مو موجودة حورية البحر وأنا شفتها بعيني؟ ومو بس هيك وحورية البحر لونها أزرق كمان، وأنا متأكدة من هذا الموضوع وهلا رح أشوفها ورح صورها وارجيها لكل الدنيا. ها يا الله مين هدول؟ هي طلعت المنطقة مانا مهجورة. شو هالمجنونة هاي؟ مرة بدها تقطف عنب، ومرة بدها تبيع برتقال، ومرة بدها تبيع جبس، ومرة بدها تيجي على جزيرة مهجورة ما فيها أي حدا كرمال تشوف الحورية. ما شك أنه جنى هونيك. إيه والله ما شوته شحمون ولحمون. شو عم تعملوا هون؟ بس خبروني. أنت اللي شو عم تعملي هون مو نحنا. لك كل مرة بتقولوني أنت اللي شو عم تعملي هون، يعني أنتوا ما فهمت، لازم تكونوا موجودين بكل مكان وأنا ما لازم أكون موجودة. ليش يعني؟ لأنه هذا المكان مو مكانك. لا مكاني مكاني ونص، أنا جيت لحتى أشوف حورية البحر. هاش تضحكوا يا مجنون. أنتوا المجانين مو أنا. روحوا نلعب نوم، ما بدي أشوف خلقتكم مرة تانية وما تخلقوا بوشي وين ما بروح. أنت روحي انقلعي. أنت روحوا من هون. أنت روحي. يلا ما رح نروح. طيب خلص أنا رح روح. ها وينه لهلا وينه لتشوف الحورية والبلوط؟ خليها تروح تشوف الحورية. قرصان أنا عندي أخبار كتير 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 حلوة. في واحدة هون محجبة عم تدور على حورية البحر اللي احنا صار لسنين عم ندور عليها كرمال نبيعها ونجيب مصاري. عن جد عم تحكي؟ لك ايه وأنا لا رايح أعمل خطة شريرة على هاي البنت المحجبة كرمال نلاقي الحورية ونبيعها. ماشي يلا باي. ايه ماشي يلا روح انت اعمل الخطة أنا جاي. البحر صار كتير قريب. يا الله يعني قربت
قلبي ماني قادرة اتنفس. جنى وين طلعتي انت؟ شخص غريب لك انت، شو عم تعمل هون؟ انت اللي شو عم تعملي هون؟ يعني اذا قلت لك رح تضحك علي مثل ما مين تضحك علي، مثل ما ماش ضحكت علي، مثل ما قد بتضحك علي. لا ما رح اضحك عليكي. إسا ما حكيت وعم تضحك. خلص رح احكي، انا جاي دور على حورية البحر لاني شفت وعرفت انه هي موجودة بهاي الجزيرة بالتحديد. استني استني، حورية البحر انا شفتها بعيني؟ دقيقة لا اتذكر. ايه تذكرت، انا شفتها هونيك عند الصخرة، شفتها بعيوني. انت شفت الحورية مزبوط؟ لك ايه شفتها؟ شفتها بعيوني؟ لك عم قلك ايه؟ مرة زرقة؟ مزبوط زرقة. عن جد عم تحكي؟ ايه حدا بيكون نصه سمكة ونصه انسان؟ ليش ميدو تركك لحالك؟ ولا تركني لحالي، ما بعرف عم طول بيتركني لحالي. مجنون هذا الشيء؟ ما بسمح لك تحكي عن ميدو. روقي شو صار لك؟ حتى لو انا هلا انت عم تساعدني انا ما بتخلى عن ميدو، بتفهم؟ هلا خلينا نرجع لموضوعنا، انت بس تشوفي الحورية شو بدك تعملي فيها؟ بس بدك تصوريها ولا شو؟ ما فهمت. اكيد يعني كمان صورها، شو بدي اعمل فيها يعني؟ حرام بدي اتركها تروح بحالها. بس انا ما بدي اتركها. شو ما فهمت شو قصدك؟ انه بركي انا بدي اتزوج واصير امير البحار. يا الله راسي صار يوجعني انا منك، انا ليش اتفقت معك؟ ما عم بفهم اصلا. صح حالة تتفقي معي، انا الشخص الغريب. هي الصخرة، أنا هون بتذكر إني شفتها بالحورية. شو شفتها أنت؟ لك إيه هديك الصخرة. وليك متأكد؟ إيه متأكد. كيف لا تكتشي؟ لازم تصفري لها ثلاث مرات. وليش لازم أنا اللي صفر ثلاث صفيرات؟ يعني ليش أنا بالذات؟ ما بعرف شو بيعرفني. ما بتعرف؟ الله لا يعرفك شو بيوجعك، خلص نمشي. حتى هي ما عم تطلع من الأرض، شو قصة؟ هون هون هون. إيه هي الصخرة. يلا رح صفر أنا. ماشي ماشي. شو صار؟ دخلت أنا. يا الله الحورية، ملك الحورية، شخص غريب. إيه شايفة. أهلا بكم أيها البشر، أنا أبي حذرني ألا ألتقي بكم ولكنني أحبكم، هل أنت استدعيتينني يا جنى؟ أنا سبورت، أنا استدعيتك تكون صورة. حسنا حسنا، اسمحي لي أخذتك صورة. طبعا لما لا. وينك يا جنى وينك؟ بك قلت تشوف حورية البحر نص إنسان ونص سمكة، هذا الشيء مو موجود مو موجود. إن كانت هذه الصورة لا تسبب لي الضرر فأنا موافقة يا جنى أن تصوريني. طريقة جاي لعندك أنا، معلش صوريك. نعم. أنت كتير 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 حلوة. شكرا لك. طريقة أعطيك أنت لي صعبة حتى تصورها وتصور معها. ليك عم تضحك؟ لا شركة. جيتك يا رفيقي صار وقت تنفيذ الخطة. سكتها يا قرصان، هلا بتفضحنا. لك ما عم تسكت ما عم تسكت، خلينا ناخذها لمكان بعيد مشان اذا اجى حدا ما يشوفنا. اوف يا الله، هذا صوت لجنى. من وين جاي الصوت؟ من وين جاي الصوت؟ من هون جاي الصوت، راي لعنده. شبه شنو نعمل له؟
أنا صار لي سنين عم دور على الحورية، ما رح خليكم تهربوا بهالسرعة. علينا.